الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الليلة نحن مع شخصية تاريخية إسلامية لها بصمتها في التاريخ الإسلامي، وهو ما يعرف بزياد بن عبيد الثقفي، وبعض العلماء يقول زياد بن أبي سفيان لأن معاوية رضي الله عنه استلحقه، وسنأخذ لماذا استلحقه. وأصبحت الكلمة المشهورة على لسان الأدباء والعلماء بعد فترة طويلة باسم زياد ابن أبيه. لماذا؟ لأن بعضهم يقول هكذا عذره، يقول نقول زياد بن عبيد لا يجوز لأنه انتفى منه، وهو يزعم أنه زياد بن أبي سفيان، ولا يجوز لنا أن ننسبه لأن الذي يملك هذا الحق هو أبو سفيان وقد مات، الذي استلحقه معاوية. فلوجود المخالفتين أنك لا تنسبه إلى عبيد الذي هو انتفى منه، ولا تنسبه إلى أبي سفيان لأنه ليس صاحب الحق هو الذي نسبه إلى نفسه، فقالوا دفعا لهذا الحرج قالوا زياد ابن أبي، فما شاء فمن كان أبوه لا شأن لنا بذلك. وفي وقته مو اسمه زياد بن عبيد، هو زياد بن عبيد ثم زياد بن أبي، هو يقال له في أول قبل استلحاق معاوية رضي الله عنه يقول زياد بن عبيد، وبعد استلحاق معاوية كان يقال له زياد بن أبي سفيان. هذا الرجل أمه تسمى سمية، وهو أخو أبي بكر رضي الله عنه لأمه، فأم زياد وأم أبي بكر اسمها سمية، وهو يعني كما يقول أن محمد ابن سيرين كان يقول زياد ابن أبيه، ومحمد ابن سيرين من التابعين الذين عاشوا إلى قرابة 110 سنوات. هذا زياد ابن أبيه كان من نبلاء الرجال رأيا وعقلا وحزما ودهاء وفطنة، وكان يضرب به المثل في النبل والسؤدد، وكان كاتبا بليغا، ثم كان كاتبا لأبي موسى الأشعري زمن إمرته على البصرة، وكتب أيضا للمغيرة ولابن عباس، وناب عنه أي عن ابن عباس في البصرة. إذن هذا الرجل تقلب في شؤون الحكم، كونه يكون لأبي موسى الأشعري كاتبا، وأبي موسى الأشعري خلاف ما يزعم بعض أهل التاريخ أنه كان فيه غفلة، بل هو كان محكم الذكاء ومحكم الديانة، وقد حكم في زمن عمر كله، ورسالته المشهورة عمر بن الخطاب التي عرفت بكتاب القضاء، وفيه دليل على أن عمر يستودعه من العلم لعلمه وثقافته. وموقف أبي موسى الأشعري مع عبد الله بن مسعود في قضية الذين ابتدعوا في الدين دليل على أنه كان من عقلاء الرجال. أن زياد بن أبي سفيان كتب أيضا لعبد الله بن عامر بن كريز، فهو كتب لأبي موسى وعامر بن كريز اللي هو عبد الله بن عامر بن كريز، وكتب للمغيرة، وكتب لابن عباس رضي الله عنهم. اختلف في مولده، قيل ولد عام الهجرة، وقيل بل ولد يوم بدر. إذن هو مات في سنة 51، يكون عمره لما مات 51، أدرك من خلافة عمر قرابة وهو قد بالغ الحلم، وسيأتي بعض قصة هذا الرجل. له طبعا يقول الذهبي عن زياد بن أبيه، يقول له إدراك لأنه ولد عام الهجرة، وأسلم زمن الصديق وهو مراهق، وقال ابن عبد البر ليست له صحبة ولا رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان رجلا عاقلا في دنيا داهية، خطيبا له قدر وجلالة عند أهل الدنيا. سمية هذه بعض المؤرخين يطعنون فيها، كانوا يقولون أنها من أصحاب الرايات، وهذا والعياذ بالله كذب ودجل. هي امرأة كباقي النساء، لكنها كانت مملوكة، فكانت عند الحارث
الرايات شنو؟ يقصدون بيوت الدعارة. فهذه المرأة كانت مولاة للحارث بن كلدة الثقفي الذي هو طبيب العرب، ثم وهبها لبعض غلمانه وهو عبيد. أيضا جاء عن الشعب ما رأيت أحدا أخطب من زياد، وسنمر على بعض خطبه. وأيضا يقول رجل يقال له قبيصة بن جابر: ما رأيت أحدا أخطب ناديا ولا أكرم جليسا ولا أشد ولا أشبه سريرة بعلانية من زياد. إذن هو كان محكم شخصية، يعني خطبته دليل على عقله واتزان أفكاره. أيضا أن سريرته قريبة من علانية، يعني ليس عنده من النفاق ما يطعن فيه. هذا الرجل يعني قال بعض التابعين: ما رأيت أكرم أو ما رأيت أحدا قط خيرا من زياد. ابن حزم، انظر إلى كلمة ابن حزم، يقول في كتابه الفصل: لقد امتنع زياد وهو فقع القاع لا نسب له ولا سابقة، فما أطاقه معاوية إلا بالمداراة ثم استرضاه وولاه. قال أبو الأشعث: كان زياد أفتك من الحجاج لمن يخالف هواه. ابن حزم يقول أن زياد ليس له من النسب ما يحتمي بقبيلة، هو مولى لثقيف، وأيضا ليس له سابقة في الدين تشفع له، ومع هذا جعل معاوية يحاول أن يأخذه فلم يقدر. لماذا؟ لأن زياد، وهذه أيضا من قوة شخصية هذا الرجل، أن علي رضي الله عنه، علي بن أبي طالب، ولاه فارس. فلما تنازل الحسن بالخلافة لمعاوية أرفض زياد أن يخضع له، فما زال يمنيه حتى نزل على رغبته. فهذا دليل على أنه قوي التخطيط، قوي الإدارة. وأيضا أنه من صفاته كما جاء أن تشبه زياد بعمر فتشدد، وتشبه الحجاج بزياد فأهلك. فزياد كان يعجبه القول أن يكون من عمر، كلما قال له بذلك قضى عمر بن الخطاب كان يعجبه ذلك لشدة حرصه أن يشبه هذا الرجل. لكنه أيضا أن زياد كان الذي يخالف هواه كان يعاقبه معاقبة شديدة جدا. يقول: بلغ ابن عمر أن زياد كتب إلى معاوية. طبعا هذه عرض سريع لبعض خصائصه ومواقف الناس. ابن عمر كان واليا على، كان مقيما في الحجاز مكة والمدينة، وزياد كان حاكما، هو حكم 6 سنوات من 45 إلى سنة 51 أو 53. فلما يعني طبعا زياد أحكم هذه المنطقة الضخمة اللي هي العراق، فقال لمعاوية: إني قد ضبطت العراق بيميني وشمالي فارغة. وسأله أن يوليه الحجاز، فقال ابن عمر: اللهم إنك إن تجعل في القتل كفارة فموتا لابن سمية لا قتلا. يعني إذا كان الموت شهادة فأقتل زياد. فخرج الطاعون في أصبعه فمات، من دعاء ابن عمر ألا يولى على الحجاز لما بلغهم من شدة قسوته على الخصوم. أيضا يقول الحسن بن علي لما بلغوا أن زياد اتبع شيعة علي بالبصرة فيقتلهم فدعا عليه. زياد كما قدمنا كان من شيعة علي، فلما صار لمعاوية واستلحقه معاوية وأنابه على العراق أراد الآن أن يضبط العراق لمعاوية، فكان يتتبع الذين يسبون معاوية أو يزعمون بالخروج على معاوية فيقوم بهم قتلا. وأيضا أنه جمع أهل الكوفة ليعرضهم على البراءة من أبي الحسن، فأصابه الطاعون سنة 53 ومات، وله طبعا أخبار طويلة. أيضا كان زياد يعني هو أول إنسان جمع له البصرة مع الكوفة، هو أول رجل تجمع له البصرة مع الكوفة. في زمن عمر لما فتحت العراق كان أمير البصرة رجل وأمير الكوفة
رجل. وظلت هذه السنة إلى زمن زياد، فولي أول الأمر إلى البصرة، فلما مات المغيرة جمعت البصرة مع الكوفة، فصار أول رجل جمع له العراق. أيضا زياد هو صاحب أول قرار في الدولة بمنع التجول، لما خطب خطبته البتراء قال لكم عندما يقرأ بعد صلاة العشاء قدر سورة البقرة، نصلي العشاء ثم كأن رجلا بدأ سورة البقرة، عندما ينتهي منها الوقت الذي ينتهي منه يكون ممنوع المشي في الطرقات، كل يلزم بيته، فهو أول صاحب أول قرار في منع التجول. هذا الرجل كان يشتو بالبصرة ويصيف بالكوفة، السنة يقسمها نصفين، يصيف بالبصرة لأنها أبرد ويشتو بالكوفة لأنها أدفأ. زياد يعني ضبط العراق حتى قالوا أيهم أفضل، زياد أم الحجاج، لأن كل منهم قد تولى العراق، فقال بعضهم يدلل على حكمة أن زياد أفضل أنه قال ساس أهل العراق بأهل العراق، أيهم أقوى، أن تأتي بناس من الخارج يضبطون لك الأمن أم تضبط الأمن من طريق أهلها، من أهلها، فيقولون فضل زياد على حجاج أنه ضبط العراق بأهل العراق. طيب الآن سياسة الأمريكان الآن طبيعي، يقول الآن عندنا أعظم مشكلة مع هذا الرجل هو خبر استلحاق معاوية له. هنا وقعنا يعني هي طبعا بعض العلماء يعيب بها معاوية، وأيضا هي فيها مخالفة واضحة وصريحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر. في السابق كما تقول عائشة رضي الله عنها تقول كان الزواج في العرب على أربعة أنحاء، ذكرت منها أن الرجل يزني بالمرأة ثم يدعي، فكانت العرب تستلحقه، يأتي رجل يقول زنيت بفلانة وولدي منها فينسب إليه، كان هذا متعارف عليه عند العرب. فلما جاء الإسلام ويعني أراد النبي أن يقطع كل ما هو جاهلي، كما في حجة الوداع قال فإن كل ربا موضوع تحت قدم، كل دم موضوع تحت قدم، منها أنه في صلح الحديبية وقيل في عمرة القضية أن سعد بن أبي وقاص أخوه قال انظر إلى ولدي ولد فلان زمع من فلانة فإنه ولدي، فذهب سعد بن أبي وقاص لما دخلوا إلى مكة فأخذ الولد وقال ابن أخي أوصاني به، فقام ابن زمعة عبد الله فقال أخي ولد على فراش أبي، فالنبي يقول الراوي فكان الشبه بأخي سعد واضح، فقال النبي الولد للفراش خذه يا عبد الله واحتجب منه يا سودة، ثم قال النبي نصا قاطعا صريحا الولد للفراش وللعاهر الحجر، فأصبح في ديننا لا يحق لأحد أن يدعي أحد إلا صاحب النسب، الأب إما أن يثبت هذا ولدي أو ينتفي من ذلك، وكلها بشروط، ثم باب اللعان معروف في هذا الباب. الآن معاوية هل يملك استلحاق أحد بنسب أبيه؟ شرعا لا يملك، ولا يملك أحد أن يقول هذا ابن أبي سفيان أو لا، فلماذا معاوية خالف هذا الباب؟ نقول يقول ابن الأثير أن هذا الباب استلحاق معاوية لزياد يعني هذا أمر مشهور جدا في الإسلام، وأن هذا الأمر يمر هكذا نسرده سردا لا يحق، لأنه حدث عظيم جدا وقصة فاصلة في تاريخنا الإسلامي. في سنة 44 شهد زياد، جاءه أقوام منهم زياد بن أبي أسماء الحرمازي ومالك بن ربيعة السلولي والمنذر ابن الزبير فيما ذكر المدائن بأسانيده، وشهدوا يعني جويرة بنت أبي سفيان والمستورد بن قدامة وابن أبي نصر وزيد بن نفيل وشعبة بن العلقم ورجل من بني عمرو بن شيبان ورجل من بني المصطلق. نعم، يقول أن هؤلاء شهدوا كلهم على أبي سفيان أن زيادا ابنه، إذن لم يستلحقه معاوية
من عند نفسه، وإنما شهد قوم. نعم، يقول أن معاوية استلحق زياد سنة 44، شهد قوم، يقول هو زياد ابن اسماء الحرمازي ومالك بن ربيعة وغيرهم، شهدوا عند معاوية أن أبا سفيان قال أن زياد ابنه. إذن معاوية شهد عنده قوم أن أبا سفيان صاحب هذه القضية هو الذي ادعى، فمعاوية رقى المنبر وقال أن أبا سفيان ادعى أن هذا ولده ونحن ندعيه كما ادعاه أبو سفيان. فزياد يقول إن كان الشهود شهدوا بحق فالحمد لله، وإن كان باطلا فهم بيني وبين الله سبحانه وتعالى. أيضا يقولون أن سبب ادعاء أبا سفيان، أن أبا سفيان ادعى، ما السبب الذي جعل أبا سفيان يدعيه؟ هو يقولون أن عمر بن الخطاب بعث زيادا إلى اليمن ففتنة هناك وقعت فحل هذا الإشكال وعاد، ثم خطب خطبة لم يسمع الناس بمثلها. يعني عمره في تلك السنة في خلافة عمر كان عمره من 14، ومات عمر بعد 10 سنوات 24، يعني في هذه الفترة. يقول فقال عمر أما والله لو كان هذا الغلام قرشيا لساق العرب بعصاه. فقال أبو سفيان بن حرب والله إني لا أعرف الذي وضعه في رحم أمه. فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومن هو يا أبا سفيان؟ قال أنا. قال مهلا يا أبا سفيان. فقال أبو سفيان أما والله لولا خوف شخص يراني يا علي من الأعادي لأظهر أمره صخر بن حرب ولم تكن المقالة عن زيادي، وقد طالت مجاملتي ثقيفا وتركي فيهم ثمر الفؤاد. إذن أبو سفيان ادعى وقال هذه البيات، واضح أنها ليست من قوله لكنها ألفت عليه. فعمر رضي الله عنه يعني طبعا لماذا قال؟ لأن هذا اعتراف بالزنا، وهذا من أمر الجاهلية. بعض العلماء يقولون أن هذا تزنية لأم لسمية، نقول أمر الجاهلية الله وضعه، فما حدث هناك قد وضعه الله سبحانه وتعالى، فلا يسب أحد بما كان قد اقترفه في جاهليته. فأبو سفيان معاوية بعث إلى زياد، الآن علي رضي الله عنه أمير العراق، أمير المؤمنين وكان في العراق، معاوية بعث إلى زياد يخبره أن قوما شهدوا أنك ابن أبي سفيان. فأخذ الكتاب زياد وبعثه إلى علي رضي الله عنه، فردع عليه علي قائلا إنما وليتك ما وليتك وأنت أهل لذلك عندي، ولن تدرك ما تريد مما أنت فيه إلا بالصبر واليقين، وإنما كانت من أبي سفيان فلتة زمن عمر لا تستحق بها نسبا ولا ميراثا، وإن معاوية يأتي المرأة من بين يديه ومن خلفه فاحذره ثم احذره والسلام. فماذا قال زياد؟ قال شهد لي أبو الحسن ورب الكعبة. ما الذي قال علي؟ فلتة. قال فلته. إذن هي اعتراف أنه سمع من أبي سفيان، فاعتبرها هذه أنها شهادة. في هذه السنة أيضا من هو أخو زياد؟ هو أبو بكر صحابي الجليل نفيع بن الحارث. أبو بكر غضب شديد، كيف تنتفي من أبيك وتزني أمك؟ أبو سفيان لم يكن لها زوج حتى تدعيه، أو كانت يوم الأيام إحدى حليلاته حتى نقول ربما حملت ولم يعلم بحملها. فزياد كان يعني آل ألا يكلمه أبدا لما استلحق زياد بأبي سفيان. أيضا لفت نظره إلى شيء، انظر إلى التقوى وعملها. أبو سفيان هل عنده بنت؟ هي أم حبيبة. هي من أم حبيبة؟ زوج النبي صلى الله عليه وسلم. الآن أنت صرت يدعى صار اسمك زياد بن أبي سفيان، إذن أنت أخوها، فإن دخلت عليها
هتكت حرمة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنك في الحقيقة لست أخاها. وإن طردتك فهو العار، كأنها أيضا لم ترضى بهذا الأمر. يقولون أن زياد كان يريد الحج، وفي الحج سيمر على أخته إما في المدينة أو في مكة، فجاء أبو بكر فطرق الباب فخرج إليه بعض أبناء زياد فقال قل لأبيك إنها إن رأت يعني لا تعرج عليها، فإنك إن دخلت يعني هتكت حرمة النبي، وإن حجبتك فضحتك. فطبعا زياد رحمه الله يعني قال كأنه يقول أن هذا نصيحة غالية جدا. لذلك هكذا كانت العبارة، يقول يا بني قل لأبيك إنني سمعت أنك تريد الحج، ولا بد من قدومك إلى المدينة، ولا شك أن تطلب الاجتماع بأم حبيبة بنت أبي سفيان زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أذنت لك فأعظم به خزيا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن منعتك فأعظم به فضيحة في الدنيا وتكذيبا لأعدائك. فترك زياد يقولون الحج، وفي رواية أنه حج ولم يمر بهذه بأم حبيبة رضي الله عنها. الشعراء استغلوا هذا الموقف، ومنهم رجل يقال له يزيد ابن مفرغ. هذا الرجل يعني شاعر معروف جدا. هذا الرجل ذهب مع عباد ابن زياد ابن أبيه إلى خراسان، لكن لم يحمد شأنه. الرجل أهمل هذا الشاعر، والشعراء في السابق يعتبر إعلام فاسد، يعني القصيدة تقال في خراسان تصبح في المغرب من شدة سريانها في الناس. فلما وجد طبعا الشاعر فرصة أن يهجو هذا عباد بن زياد، قال مما قال: عباد ما اللؤم عنك محول، ولا لك أم في قريش ولا أب، وقل لعبيد الله ما لك والد بحق، ولا يدري امرؤ كيف تنسب. إذا بدأ الهجاء، ويقول أنه يعني هذا الرجل قال القصيدة المشهورة جدا أبياته التي يقول: ألا أبلغ معاوية بن صخر مغلغلة من الرجل اليماني، أتغضب أن يقال أبوك عفو، وترضى أن يقال أبوك زاني، فأشهد أن إلك من زياد كإل الفيل من ولد الأتاني. وكانت قصيدة جدا يعني هجاه بعدة أبيات. ثم قبض عليه عبيد الله فبعث به إلى عباد أخيه في خراسان وأمر بقطع لسانه، فبعث اليمانية إلى معاوية، فبعث معاوية كتابا إلى عبيد الله، كتاب عبيد الله ذهب إلى خراسان: ألا سلطان لك على هذا الرجل. فقال البيت المشهور الذي يقول: عدس ما لعتاب عليك إمارة أمنتي، وهذا تحملين طليق. فيقولون أن قبل أن يأتي الكتاب معاوية اسمه أن عباد ماذا فعل؟ سقى يزيد بن مفرغ شراب يمشي البطن، وأركبه على جمل وربط معه خنزيرة، فكان أجلكم الله أذى البطن يخرج على ثيابه مع رجله، ويعني يسقط على هذه الخنزيرة فكانت تصيح. فطبعا قال أبيات مشهورة، فنزل من الجمل وأدخلوا الحمام ليغتسل، قال: يغسل الماء ما صنعته، وقولي راسخ فيك في العظام البوالي، الذي قلته أنت الذي فعلته يغسله الماء، والذي قلته أنا يبقى معك في العظام البوالي. ودائما يعبرون عنها العرب، يعبرون يقول: يدخل معك قبرك، يعني لا يزول عنك أبدا. فضيحة ما تروح، هذا نسأل العافية. يعني أيضا أن زياد يعني كان يعني أحكم العراق، وجعل الأرض يعني جد الأمان. منها أنه خطب خطبة ووضح معالم سياسته، خطبته المشهورة جدا التي هي تعرف بالبتراء، لأنه لم يحمد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم،
وقال مطلعها إن الجهالة الجهلاء والضلالة العمياء ما فيه سفهاؤكم ويشتمل عليه حلماؤكم. ثم بدأ يذكر، تخيل سنة 45 يقول ما هذه المواخير المنصوبة، المواخير بيوت الدعارة، يقول هذه موجودة في أرضكم وحلماؤكم ينظرون وسفهاؤكم يحتمون بحلمائكم، حرام علي الطعام والشراب حتى أسويها بالأرض هدما وإحراقا. ومنها كلمته المشهورة: والله لآخذن الصحيحة بالمريض، أو لآخذن المريض بالصحيح، ولآخذن الولي بالولي، ولآخذن الشاهد بالغائب، ولآخذن المسيء بالمذنب. فكانت كلماته، حتى قال: إن كذبة المنبر بلقاء، والبلق ما هو؟ سواد والبياض، يعني الإنسان الذي يكذب على المنبر واضحة. فيقول: إذا وجدتم علي كلمة فاغتمزوها في، واعلموا أن عندي أمثالها. الآن سيادة لم يكن في العراق وكان في فارس، هذا الرجل كما قدمنا كان أعظم الناس نبلا وسؤددا، يقول: وإني أعلم أن بعضكم يكرهني. إذن أنا أتيت في بعض الناس تكرهني. يقول: أني أعلم أن بعضكم لو قتله السل من بغضي ما كشفت له قناع حتى يبدي لي صفحته، صفحة هي طرف العنق، فإذا أظهرها لم أمهله، وإنكم قد أحدثتم ذنوبا لم تكن فأحدثنا لها عقوبة، من نقب عن بيت نقبت عن قلبه، ومن أحرق قوما حرقته، ومن غرق قوما غرقته، ومن نبش قبرا دفنته فيه حيا. يقولون أنه لما خطب في البصرة مرة أخرى حصبه الناس، فانتظر حتى انتهى الرمي، ثم قال للحرس: أغلقوا الأبواب. ثم خرج خارج المسجد ونصب كرسيا وجلس، ويخرجونهم رجل رجل يحلفوا بالله: حذفت أم لم تحذف؟ فمن قال حذف جعله في زاوية، فلما انتهى منهم أمر بهم فقطعت أيديهم. يقول الراوي، يقول: جلسنا 40 يوما لم يشتكي أحد، وكانت اللقطة تسقط في السوق لا يأخذها أحد حتى يأتي صاحبها فيأخذها، وكانت المرأة لا تغلق الباب من شدة ضبطه هذا الرجل. لذلك زياد له كلمات مشهورة. طبعا حسن كما قدمنا تشبه زياد بعمر فأفرط، وتشبه الحجاج بزياد فأهلك. يقول زياد، لاحظ، يقول: أن لو أن لي 1000 درهم ولي بعير أجرب لقمت عليه قيام من لا يملك غيره، من شدة حرصه وشدة اعتناء. أيضا يقول زياد، طبعا هذه كلمات تدل على عقله، يقول زياد أنه: ما قرأت كتاب رجل قط إلا عرفت عقله فيه. زياد معروف عنه شدة الخصومة وقوة الحجة. كان يا أبو أحمد إذا أراد أن يناقش رجل يقول: يضع رجل على رجل ويكسر إحدى عينيه ويقول: هيه. يقول الراوي: ما سمعت زيادا كاسرا عينه يقول هيه إلا رحمت الذي أمامه. يقول الشعبي، يقول: ما من خطيب يطيل الخطبة إلا تمنيت أن يسكت مخافة أن يخطئ، إلا زيادا كلما أطال كان أمتع. أيضا زياد يقول: لا يعدمك من الجاهل كثرة الالتفات وسرعة الجواب. بعض الناس قاعد عندك ما غير يتلفت وبسرعة تعطيه سؤال أو سالفة يعطيك جوابها. أيضا زياد من كلماته المشهورة: ما أتيت مجلسا قط إلا تركت منه ما لو أخذته لي، وتركت ما لا أحب مما ليس لي. يعني الإنسان في المجالس يحاول أن يكون متواضع جدا. أيضا أن زياد
يعني سمع رجل يسب الزمان فقال لو يعلم هذا من يسب لجلدته، الزمان هو السلطان. فعلا هو الزمان هو السلطان. يقول لاحظ زياد يقول لولده حكمة العرب تعرفها في مثل هذه الأمثال التي تضرب. يقول قال زياد لابنه إذا دخلت على أمير المؤمنين فادع له ثم اصفح صفحا جميلا ولا يرين منك تهالكا عليه ولا انقباضا عنه. لاحظ حتى تهالك عليه يعرف حرصك فيدعك ولا يراك زاهدا فيستغني عنك. أيضا أن زياد قال ليس العاقل الذي يحتال للأمر إذا وقع ولكنه الذي يحتال للأمر ألا يقع فيه. يقولون أن معاوية سأل عمرو بن العاص ما بلغ من دهائك؟ فقال ما دخلت في أمر إلا وعلمت المخرج منه. فقال معاوية أما أنا فما دخلت في أمر فأردت الخروج منه. ما دخلت في أمر فأردت الخروج منه. زياد يقول في إحدى يعني خطبه يقول إن الرجل يتكلم بالكلمة لا يقطع بها ذنب عنز مصور لو بلغت إمامه سفك الدم. يعني كان يقول للناس كل منكم يحفظ لسانه كما قال الحجاج في إحدى خطبه إياي والجماعات وهي وما قلت وكيف قلت أما والله لا تستقيم أو لا أجعلن لكل رجل منكم شغلا في جسده. حجاج يقول لهم هذا. زياد يقول ما رأيت زيادا كاسر إحدى عينيه واضعا إحدى رجليه على الأخرى يخاطب رجلا إلا رحمت المخاطب. وأيضا أن زياد يقول في إحدى كلماته المشهورة جدا يعني تدل على شدة العقل أنه قال يعجبني من الرجل إذا سيم خطة خسف أن يقول لا بملء فمه. يقول الرجل إذا وصل إلى الابتلاء القول الذي يسمى خطة خسف يا تسوي كذا يا نفعل فيك كذا. يقول يعجبني من الرجل إذا سيم خطة خسف أن يقول لا بملء فمه. وهذا دليل على علو الهمة. وقال زياد لابنه عليك بالحجاب فإنما تجرأ الرعاة على السباع بكثرة نظرها إليها. فعلا نرى بعض الأفلام الوثائقية رجل يدخل على الأسود فلا تؤذيه. لماذا؟ لأنه عرف طبائعه. فيقول دائما يا بني لا تدخل الناس عليك بكثرة فتتجرأ عليك ما تجرأ ذاك الرجل على السباع. زياد كان شديدا جدا على أهل البدع وكان أشد يعني ما كان يعني كانت أشد سلطته على الخوارج. فكان يفعل شغلة في ظاهرها البشاعة ولكن لا نعرف تلك الظروف، وهي كانت الخوارج تخرج معهم النساء. نساء الخوارج كان مقاتلات شرسات. يقول رجلا قتلت أحد قادة الخوارج وهو رجل نسيت اسمه، لكن يقول رآني رجل أقتله في المعركة. يقول فجعلت في خمس الأزد فجاء فقال هل تبارزني؟ يقول فذهبت إلى خمس بني تميم فإذا هو معي تبارزني؟ فيقول فانتقلت من خمس إلى خمس إلى خمس حتى وصلت إلى خيمتي، فلما رأيت أنه لا يريد غيري خرجت إليه فاختلفت الضربتان حتى قتلته. فلما نزلت لأسلبه أحز رأسه وإذا هو امرأة. فانظر إلى شجاعة. فزياد ماذا فعل حتى يحجب النساء عن الخروج؟ أن قتل إحداهن ثم صلبها عارية. فكان الخوارج إذا قالوا للنساء خرجنا معنا قالوا لولا العري لخرجنا معكم، لولا العري لخرجنا معكم. مات زياد بالطاعون. يقول الرواة أنه لما خرجت فيه الطاعون كان يعني يريد أن يقطعها، فاستشار شريح القاضي
فالناس لشدة بغضهم سألوا شريح لما خرج، قال ماذا قال لك الأمير؟ قال استشارني فقلت له لأن تلقى الله وأنت سليم خير من أن تلقى وأنت أجذم، يعني مقطوع اليد، وأخشى يا أيها الأمير أن تكون ظاهرها في يدك وحرارتها في قلبك، يعني كناية عن أن المرض انتشر. فقالوا هل أمرته بقطعها تشفيا؟ قال النبي إن المستشار مؤتمن، المستشار مؤتمن. فزياد ترك القطع لما رأى النار، يعني المكاوى تحمى على النار، فجزع فتركها، فمات 53. فلما مات قال ابن عمر ويح ابن سمية، ويح ابن سمية، يعني زياد كان يعني بلغت سمعته الآفاق، ومات كما يموت البعير على فراشه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يتجاوز عن سيئاتنا هذا، وصلى الله على محمد.